احتضنت المكتبة الرئيسية للمطالعات العمومية بولاية سكيكدا في عددها العاشر منصة كاتب من تنشيط نادي تنوين سكيكدا باستضافة كاتبتين هما مروى الجر وبوسنة منالة. التي يعيشها الإنسان من ابتعاد عن الدين وارتكاب بعض الأفعال السيئة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الكاتبة ساسية بنت بستي رئيسة نادي تنوين سكيكدا. تجديدا للبرنامج المسطر من طرف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وبالتنسيق مع نادي تنوين سكيكدا، اليوم الموعد مع منصة كاتب في عددها العاشر والتي استضافت كاتبتين عضوتين في نادي تنوين سكيكدا، الكاتبة مروى الجر ومنال بوسنة. نتمنى لكم أمسية طيبة. شكرا لك سلسبيل، دام تألقك ودمت فخرا لنا جميعا، وكما عودكم نادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أنا الكرم مرودة 19 سنة، طالبة ثانوية، مؤلفة كتاب ملائكة قعر جهنم. كتابي يتحدث هو عبارة عن نتريات أخذة من قلب المجتمع، تناول بعض الظواهر الاجتماعية التي يعيشها الإنسان من ابتعاد عن الدين. عمري 25 تجربة، أقصد سنة، لأن سنين حياتي ما كانت سوى تجارب علمتني معنى العيش والكفاح رغم شتاء الآلام. فكل سنة الأصدقاء المشؤومة والتي تؤدي إلى طريق خاطئ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. معكم الكاتبة منال بوسنة، مؤلفة رواية أمل وطالبة جامعية ماستر آن تخصص بيوكيمياء، صانعة محتوى تحفيزي ديني على اليوتيوب، وشعاري في الحياة عش الآن كأنك لن تعيش بعد قليل. كنت اليوم في استضافة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بولاية سكيكدا في منصة كاتب من تنشيط النادي المتميز والمتألق نادي تنوين سكيكدا تحت الكاتب وإعطائهم الدعم لتقديم الأقل حوصلة على أعمالهم وشرحها لنا وممكن مشاريعهم. كما عودناكم نرحب بالضيفتين الكريمتين منال بوسنة، مرحبا بك سيدتي وشكرا لك بيتك الدعوة. كما نرحب بالسيدة مروى الجر، مرحبا بك سيدتي وشكرا لك بيتك. مجددا، وكأني صحوت من غفوة أضعت فيها الكثير من الوقت، سرعت في كتابة هذا القول. لا أعرف لماذا قمت بكتابته، لكن شعرت أنه كونها رواية تحفيزية لأنها تحمل الكثير من المواقف طبعا التحفيزية، والعبارات تنتظر كي تلامس خدي. الرعشة اكتستني، هل أفعل شيء أم كالعادة أشاهد وأصمت؟ خلف ذلك الباب الموصل ماذا يحدث لها؟ لا أقوى على تحمل صراخها الذي كاد يصل إلى السماء. وضعت كفي على أذني لعلي أخفف من حدة صوتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نبتدئ عليكم بسلام الله وبصلاتي على نبيه ورسوله. أما بعد، معكم الكاتب الدش محمد الغنان، صاحب رواية بين رحاب الحب عوام أجل الصبيعة قريبا بإذن الله. بخصوص نشاط اليوم، كما وجدنا المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية تحت إشراف نادي تنوين سكيكدا منصة كاتب في عددها العاشر باستضافة كلتا المبدعتين مروى الجر.